نتعرف مع بعض على الكنترولر بالتحديد البي او دي كنترولر. في الفيديو اللي فات احنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا عملنا موديل لسيستم زي ده كده، وبعد كده يعني شفنا الاوتبوت يعني نتيجه الستيب ريسبونس في الانبوت. فدلوقتي فرضا مثلا لو احنا شلنا الدامبر ده، تمام، ايه اللي هيحصل للسيستم؟ اللي هيحصل للسيستم يعني ده كان قبل كده الاوتبوت القديم بتاعنا، يعني برايد ستيب وبيحصل كده شويه اوفر شوت وبعد كده بيحصل استابيليتي. دلوقتي لو احنا شلنا الدامبر سيستم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كده اوسيليشن فور ايفر، طبعا على اساس ان في اهمال الفريكشن وكده. فطبعا ده مش مناسب وده مش يعني ما ينفعش يحصل في الحقيقه، يعني المفروض احنا عندنا بروسيس او بلانت لازم نتحكم فيه. فبالتالي جت فكره البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر ببساطه بيدخل له حاجه اسمها الايرور، وبعد كده بيطلع حاجه اسمها كنترول سيجنال اللي هي بتخش على الـ يعني بدل ما يخش الانبوت على طول على البلانت، لا بيخش على البي اي دي كنترولر. وده والبي اي دي كنترولر بيشوف نسبه الايرور بين الاوتبوت والانبوت المعطى، وبعد كده بيطلع كنترول سيجنال المناسبه عشان نحصل على الاوتبوت المناسب. طبعا هو بيتكون من 3 اجزاء، جزء بروبوشنال وانتجرال وجزء اسمه الديريفاتيف. ده طبعا ده شكل كده يعني دي شكل المعادله بتاعت البي اي دي كنترولر، تمام. يعني قبل ما نشوف بس المعادله عايزين نتعرف على حاجه دلوقتي الاول. ده بيكون شكل السيستم بتاعنا كده، ده بيكون ده البروسيس بتاعتنا وده البي اي دي كنترولر بتاعنا وده الاوتبوت وده الريفرنس انبوت. اللي بيحصل ان الاوتبوت بيجي هنا، المفروض هنا يكون في سنسور على اساس ان طبعا يعني المفروض هنا مثلا يعني نحط سنسور كده، هنفترض انه بواحد يعني سنسور. المفروض السنسور ده بيقيس الاوتبوت وبعد كده بيقارنه بالريفرنس انبوت المعطى، وبعد كده الايرور هنا بيخش البي اي دي كنترولر وبعد كده البي اي دي كنترولر على اساس الايرور ده بيبدا يتخذ القرار. يعني مثلا فرضا ان احنا عندنا تانك زي كده في ميه بتتملي، فطبعا ده الريفرنس اللي احنا عايزينه، احنا ده الانبوت اللي احنا عايزينه، عايزين اللي يبقى 60 متر مثلا، وطبعا هو مالي لحد 40 ففي ايرور 20، فالايرور ال 20 ده بيخش للبي اي دي كنترولر فبيعمل طبعا درايف للموتور فيملى البتاع. طب فرضا كل شويه طبعا مستوى الميه بيزيد 40 بقت 50، طب الايرور ساعتها هيبقى 10 مثلا، فبالتالي البي دي كنترولر هيبقى له تصرف مختلف، لا وهكذا وهكذا لحد ما يبقى البي دي كنترولر كام؟ صفر. او يبقى صفر خلاص ده اللي احنا عايزينه، خلاص ما فيش ايرور، خلاص يبقى احنا كده الاوتبوت زي الانبوت. طبعا ده في الثيوريتيكال وورلد طبعا ده ما بيحصلش، اللي بيحصل عندنا مشاكل كتير. يعني مثلا حاجه زي مثلا لو احنا جينا مثلا حاجه زي كده، هو ده يعني مثلا احنا عايزين الريسبونس بتاعنا بيكون حاجه زي كده، عايزين يبقى بسرعه، يعني اول ما ندخل اي موت الاوتبوت يطلع بسرعه هنا، عايزين يعني لو في حصل اوفر شوت يبقى حاجه صغيره جدا يعني غير ملحوظه، وعايزين برضك ما يبقاش في ايرور، يعني المفروض ان القيمه الفاينل ريسبونس يبقى ثابت على الحاجه المعطاه، يعني عايزه يبقى هنا يبقى هنا. بس ده ما بيحصلش في الواقع، بيحصل حاجه زي كده. اول حاجه بيحصل ديلي، يعني بيحصل ديلي لحد ما يحصل على الاوتبوت بتاعنا حاجه زي كده، زي ما احنا شايفين هنا الديلي بيحصل ديلي لحد ما يحصل على الاوتبوت السليم اللي احنا عايزينه. دي حاجه، وبيحصل برضو اوفر شوت، يعني القيمه بيحصل هنا يعني المفروض يثبت عند هنا، اول ما يجي يثبت كده لا بيحصل احيانا بيحصل اوفر شوت يبقى زياده عن الاوتبوت المطلوب. يعني مثلا انا اقول له زوم 60 متر ملا 61 متر، وبعد كده رجع فرغ شويه لحد ما وصل ل 60 وهكذا، بيقعد يعمل يعني يملى 61 وبعد كده يقل يبقى 59 ويقرب الايرور يقل لحد ما يوصل لكده القيمه ثابته. طبعا ده هنا برضو في عندنا ايرور ثاني اسمه الستيدي ستيت ايرور، يعني مثلا قلت له يملى 60 لا ملاش 60 يملى 59. طبعا دي احيانا بتبقى حاجات مقبوله تتغاضى عنها، احيانا حاجات بتبقى كريتيكال ما ينفعش نتغاضى عن حاجه زي كده. فنرجع نشوف شكل البي اي دي كنترولر بتاعنا. ده شكل البي اي دي كنترولر بتاعنا اذا احنا اتكلمنا عنه قبل كده. نيجي ده برضو شكل البي اي دي كنترولر من جوه، او شكل المعدل اللي بتحكم البي اي دي كنترولر. بيكون عندنا جزء اسمه البروبورشنال والانتجرال والدريفيتيف، ده من جاي من بي اي دي. ده طبعا البروبورشنال ده بيكون مينلي يعني بيتحكم في الوقت الحاضر بتاعنا، بيعتمد على الانبوت الحالي. طبعا اعلى امبروفمنت بيحسن جدا في رايز تايم. طبعا الانتجرال فايده الجزء الانتجرال انه بيبص للباست بتاعنا. طبعا الانتجريشن يعني سميشن، بيجمع بياخد في اعتباره القيم القديمه، فبالتالي بيعرف يعني احسن حاجه بنستفيدها منه انه بيعمل اليمينيشن للستيدي ستيت ايرور. الديريفيتيف ده بيكون معتمد على المستقبل، يعني ازاي بيكون في تفاضل في ميل، فانا عارف ان الاوتبوت يعني مثلا الميل كذا، فانا عارف ان الاوتبوت هيبقى على فرض مثلا ممكن بعد سنتين او ثلاثه، انا عارف ممكن تنبؤا يبقى كده، فطبعا فبيعمل ايه؟ بيكون عارف فبيقلل من الاوفر شوت.
طبعا زي ما احنا شايفين هنا ده البروبوشنال اعلى حاجه بيقلل في الرايز تايم، وبعد كده بيزود في الاوفر، عيبه انه بيزود في الاوفر شوت. بحط بقى بعد كده بحط انا بعد كده الديريفاتيف عشان يشيل اوفر شوت تماما، وبعد كده بحط الانتجرال عشان يعمل اليمينيشن للسيد ستيت ايرور. ملحوظه طبعا البروبوشنال بارت كل ما بيزيد، يعني لو احنا زودنا الكوفيشنت بتاع البروبوشنال بارت ده كبير خلينا كبير، السيد ستيت ايرور هيقل، بس برضه عمره ما يحصل له اليمينيشن. الحاجه الوحيده اللي بتعمل اليمينيشن تماما يبقى صفر هو الانتجرال بارت. ان شاء الله في الفيديو الجاي نشوف مع بعض برنامج السيمولينك ونشوف الموضوع ده على السيمولينك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.